بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على nursing care delivery models. What is the objectives؟ ان شاء الله بنقول at the end of this lecture each student should be able to define nursing care delivery models, define the assignment, discuss purpose of assignment, apply principles of assignment in workplace, list characteristics of effective assignment, discuss different methods of nursing care delivery models, differentiate between advanced and disadvanced of different methods of nursing care delivery models, list function of case manager. اوكي طيب ان شاء الله واحنا بنتكلم النهارده على النيرسينج كير دليفري مودلز بنقول ان النيرسينج كير دليفري مودلز احيانا كمان بنقول عليها nursing care delivery system. اوكي طيب assignment system or patient care delivery models that details the way that task assignment responsibility and authority are structured to accomplish patient care needed. في البيشنت كير دليفري مودلز احنا بنشوف ايه هي الديوتيز بتاعه الاستاف اللي موجوده عندي وببتدي اوزع المهام على الاستاف اللي موجود عندي في الوحده. طب ايه شكل المهام دي؟ هو ده اللي هنتكلم عليه من خلال النيرسينج كير دليفري مودلز. طب يعني ايه نيرسينج كير دليفري مودلز؟ بنقول نيرسينج كير دليفري مودلز it is a framework that describes how organizations approach the care delivered to their patient. يبقى هي عباره عن ايه هو الفريم، ايه هو الاطار اللي من خلاله بننظم الشغل وبنقدم رعايه تمريضيه للمريض. يبقى تاني nursing care delivery models it is a framework that describes how organization approach the care delivered to their patients. What is the importance of nursing care delivery models؟ هل النيرسينج كير دليفري مودلز او توزيع طريقه توزيع المهام التمريضيه على الاستاف دي مهمه؟ اه طبعا مهمه. ليه بنقول؟ لانها it determines the following how work is organized، ازاي الشغل بيكون منظم، how nursing staff are deployed and who will provide nursing care. يبقى اهميه او الامبورتنس اوف نيرسينج كير دليفري مودلز بتيجي ان هي اولا الشغل بيكون منظم، معروف الاستاف مين الاستاف اللي هيشتغل مع العيان، مين اللي هيدي كير للعيان ده. تمام. كمان ات ايدنتيفايز اكاونتابيلتي فور نيرسينج كلينيكال اوتكمز. في نهايه العمل بقى او في نهايه الشفت بنشوف والله الشغل اللي اتعمل مع المريض، طب لو في حاجه مش مظبوطه ممكن نحاسب مين؟ عشان كده قلنا النيرسينج كير دليفري مودلز هو ليه مهمه اساسيه ان هو بينظم العمل ما بين الاستاف. كمان it provides the organization with rules and structure that define responsibility and accountability. يبقى كمان من خلال المودلز احنا فعلا من خلال الرولز او القواعد المنظمه للعمل بنقدر ان احنا نعرف ايه هي responsibility وايه هي ونعرف responsibility والaccountability لكل استاف. طيب في الحقيقه برضو يعني كونسبت مهم جدا هنتكلم عليه وهو الاساينمنت. definition of assignment it is a written delegation of duties to care for a group of patients by trained personnel assigned to the unit. يبقى assignment هي عباره عن written delegation of duties to care for a group of patients. انا assignment انا بعمل توزيعه مهام دي عباره عن written delegation تفويض كتابي للستاف نيرس انها تقوم بالعمل مع عدد من المرضى او مع مريض واحد. تمام. طيب يبقى تاني it is a written delegation of duties to care for a group of patients by trained personnel assigned to the unit. also it is a transfer of task or duties to a trained person in purpose of care for a group of patients it must be documented and signed. كمان الحقيقه الاساينمنت مهم جدا ان هو يبقى documented ويبقى signed، وزي ما قلنا هو انا بسند مهام للاستاف اللي موجود ان يقوم بالشغل مع المريض او مجموعه من المرضى. طيب what is the purpose of assignment؟ ال purpose of assignment بنقول اول حاجه organizing and providing care to patient.
تنظيم العمل وان انا ادي رعايه تمريضيه جيده للمريض، creating an environment of stability ويبقى فيه طبعا نوع من الثبات والهدوء في العمل، establishing a therapeutic relationship between nurse and patient وطبعا بيكون فيه علاقه فعلا، يعني خلينا نقول علاقه مش هنقول بس انها علاجيه، لا ده كمان بتكون في علاقه محدده واضحه ما بين النيرس وما بين البيشنت. تمام. تو ديليجيت ذا ورك تو بي دان تو ذا نيرسينج بيرسونيل، وطبعا الهدف ان انا بديليجيت الشغل. تو جين ذا كوبريشن اوف ذا نيرسينج بيرسونيل باي نوينج اند اكسبتنج ذا ورك تو بي دان، وطبعا اكيد انا يعني لما بوزع المهام على الاستاف فلازم مهم جدا ان انا لازم اتوقع منهم التعاون في انجاز هذه المهام. What is the principles of assignment؟ بنقول meet by the head nurse or nurse in charge for each individual nurse. تمام، ده ال principle of assignment number one اللي بتعملها الهيد نيرس وممكن تعملها للتشارج نيرس، دي من ال principles of assignment، مش اي حد ماشي يعمل ايه توزيعة مهام. تاني حاجة ال assignment المفروض يكون based on what؟ nursing needs of each patient and approximate time required to care for him. مهم جدا ان انا بشوف هي كل عيان ايه النيرسنج نيدز اللي محتاجها، وممكن النيدز دي تاخد وقت قد ايه. What is the capabilities, skills, level, previous experience and the interest of the staff members. قدرات الستاف، مهاراتهم، خبراتهم برضو بتأخذ في الاعتبار وانا بوزع الشيفت او انا بوزع عدد العيانين على عدد الستاف اللي موجود عندي. تمام، يبقى بشوف حالة المريض قد ايه هيحتاج من الوقت، بشوف قدرات الاستاف اللي عندي، بشوف الجوب ديسكريبشن ايه التوصيف الوظيفي بتاع طبعا التيم اللي انا بوزع عليه المهام، سيفيريتي اوف ذا بيشنتس كونديشن طبعا قد ايه العيان ده، هل هو ينفع ان انا ادي النيرس عيان واحد ولا ممكن تاخد اكتر من واحد، ده بيتوقف على حاله المريض قد ايه هي محتاجه نيرسينج كير. تمام، محتاجه عدد ساعات قد ايه، فبيز يعني على كل هذه العوامل بيتم توزيع الاساينمنت. ايضا من البرنسبلز اوف اساينمنت ان هو بلاند ويكلي اند ريفايزد ديلي اف نيسيسري تو اشور كونتينيوتي اوف كير. تمام، وطبعا هو ويكلي وبتعمل ديلي كمان الحقيقه، لازم يتراجع ديلي. تيك انت اكونت اول ذا دايركت ان دايركت اند يونت اكتيفيتي، واخد في بالي طبعا او حط في اعتباري تمام الدايركت والاندايركت كير. طبعا عارفين الدايركت اللي هو على طول الحاجه اللي انا بوديها للعيان مباشره، الاندايركت اللي انا بعملها تخص المريض ولكن مش بشكل مباشر معايا. بعد كده consider the geographical location of the unit and the assigned duty to save nurses time and effort. مهم قوي الحقيقه ان انا اخد بالي من التوزيع او الشكل الجغرافي للوحده، يعني ما اديش مثلا نيرس عيان في اول اليونت وعيان في اخر اليونت، ما ينفعش، مش هتقدر ان هي تسوبرفايز العيان. برضو من البرنسبلز الحقيقه must be balanced among nursing staff، مهم قوي يكون في بالانس، ما ينفعش اجي ادي نيرس عيان ونيرس اخر ثلاث اربع عيانين، وباخد برضو زي ما قلنا في اعتبارنا السيفيريتي اوف ذا بيشنت. never to assign the same task to more than one nurse. طبعا بنحاول نتجنب ان انا ادي نفس التاسك لاكثر من نيرس، لان هنا هتحصل فيه كونفليكت وهتبقى فيه مشكله. What is the characteristics of the effective assignment؟ بنقول الـ effective assignment should be clear، مهم يبقى واضح، easily understood يبقى مفهوم، should be in a written form يبقى مكتوب، should be based on accurate assessment، should be related to previous assessment، should ensure continuity of patient care، should be signed and posted in advance، وزي ما اتفقنا مهم قوي ان هو يبقى متوقع عليه وكمان مترخ يعني بتاريخ الوقت اللي انا بعمل فيه الاساينمنت. What is the factors influence the type of nursing care delivery models؟ الحقيقه احنا عندنا different models، بس ايه الفاكتور اللي بتأفكت ان انا استخدم الموديل واحد ولا موديل اتنين ولا موديل تلاته؟ في فاكتورز بتأفكت زي ايه؟ النيرسنج شورتج بيتحكم فيا، انا هستخدم اي موديل. Number, qualification, experience, and the abilities of the nurse. عدد التمريض اللي عندي، مؤهلاتهم، خبراتهم، قدراتهم. The number and the condition of the patient. عدد العيانين وحالتهم. The patient acuity.
زي ما اتفقنا. كمان الـ availability of supplies and equipment بتأثر. The skill level needed to provide appropriate care. هل أنا عندي كل الناس عندها نفس الـ skills؟ ممكن أو ساعات في الـ ICU مثلا ممكن أكون أنا محتاجة بعض الـ nurses اللي هم عندهم الـ skills اللي يقدروا يشتغلوا مع حالات حرجة. في ناس تانية ما عندهاش القدرة دي، فلازم أخد دي فاكتورز هي برضو بتأفكت على الطريقة اللي هوزع بيها أو اللي هعمل بيها الـ nursing care model. الـ patient needs برضو دي من العوامل اللي بتأثر، أنا هستخدم أي موديل. What is the method of nursing care delivery models? For patient care in a hospital, these methods are the classic or traditional nursing care models. عندنا different models بستخدمهم في توزيع المهام على النيرسز أو الطريقة اللي بتشتغل بيها النيرسز مع المريض، تمام؟ طيب في عندي حاجة اسمها total patient care، في functional nursing، في team nursing، في primary nursing، ودي الترديشنال أو الكلاسيك nursing care models. رقم واحد عندنا في الترديشنال عندنا total patient care أو case method. إيه هي total patient care أو case method؟ بنقول the case method permits one worker to give all care for the patient. In this method no gaps exist because the nurse know what have been done and what should be done for the assigned patient. The hospital needs large number of staff nurses to use this method of assignment. الحقيقة الطريقة دي من الassignment اللي احنا بنستخدمها بيبقى فيها النيرس اوكي هي مسؤولة عن كل حاجة تخص المريض من الألف للياء، تمام؟ طيب وهنا طبعا اكيد يعني بتبقى حجم المشاكل قليل جدا، ما بتبقاش فيه جابس بين النيرس وبين المريض، بتبقى على درايه كامله بحاله المريض. بس كمان الحاله المستشفى تبقى محتاجه عدد كبير جدا من الاستاف عشان تقدر تستخدم الميثود دي، الميثود اوف اساينمنت. برضو في الكيس ميثود بنقول كير بروفايدرز اسيوم توتال ريسبونسبيلتي فور ميتنج اول ذا نيدز اوف اساين بيشنت، هي المسؤوله عن كل حاجه تخص المريض. The nurse work directly with the patient, family physicians and other healthcare staff. This method is typically used in areas that require high level of nursing experience as critical care unit. وبالفعل احنا هنلاقي الطريقة دي بنستخدمها اكتر في ال critical care unit. اوكي طيب What is the advantage of the CAS method? Advantage of the CAS method طبعا بتبقى فيها high autonomy and responsibility for the nursing. هي حاسة انها مسؤولة، حاسة انها على دراية بكل حاجة تخص المريض، ودي الحقيقة طبعا بتديها قوة في شغلها. Nurse and patient exchange mutual trust، بيبقى فيها ثقة ما بين النيرس وما بين المريض. Continuity of communication with patients, family, physician and staff، وطبعا أكيد في استمرارية في الشغل. The line of lines of responsibility and accountability are clear، بتبقى كل حاجة واضحة، مين هيكوميونيكيت مع مين، مين هيدي أوردر لمين، مين هيحاسب مين، بتبقى الأمور واضحة. The patient receive holistic and unfragmented care results in satisfaction for the patient، وطبعا هنا العيان زي ما اتفقنا بياخد كير كامل من شخص واحد، وبالتالي بيبقى فيه هنا مستوى الرضا عند المريض بيبقى عالي في الموديل ده. طب what is the disadvantages بقى؟ disadvantages of the CAS method when there is shortage of staff lead to increase the workload. طبعا هنا لو انا عندي shortage بيبقى في workload على الستاف اللي موجود. There is little opportunity for supervision of or observation. Also when care giver is an inadequately trained to provide care to the patient. هنا هتبقى مشكلة لو الشخص اللي انا اديته يشتغل مع العيان ده من الالف للياء هو مش مؤهل بشكل كويس، هنا هتبقى في مشكلة في الشغل طبعا مع المريض. Nurses spend more time doing tasks that could be done cost effectively by least skilled person. احيانا الحقيقة بنقول النيرس اللي هي بتشتغل في الكريتيكال كير، اللي بتشتغل بالكاث ماسود، اللي هي عندها سكيلز عالية جدا، احيانا لانها مسؤولة عن كل حاجة تخص المريض بتقوم ببعض الديوتيز اللي هي كان ممكن تقوم بيها نيرس تانية اقل في الخبرة. فدي احيانا برضو من الديس ادفانس. بعد كده عندنا الفانكشنال ميثود او التاسك ميثود، ودي من الميثودز اللي احنا او المودلز اللي احنا بنستخدمها. بنقول نيرسينج كير از ديفايدد انتو تاسكس. هنا بقى النيرسينج كير بيتم تقسيمه الى مهام تاسكس،
يعني مثلا ممكن تدخل اليونت، اليونت دي فيها شورتج، بنشتغل بالفانكشنال ميثود. لو عندنا 2 3 نيرسز، هنقول مثلا نيرس هتاخد الفيتال سنس لكل المرضى، النيرس الثانيه هتعمل تدي ميديكيشن لكل المرضى، الثالثه هتعمل مثلا دريسنج لكل المرضى. اذا هنا النيرسنج كير از ديفايدد انتو تاسكس، each staff member is assigned to perform one or two tasks for all patients in the unit according to the level of skill required for performance. focuses on getting the greatest amount of tasks in the least time. يبقى هنا بنقسم المهام على عدد النيرسز اللي موجودة، وطبعا بيبقى حسب مهاراتهم هم شاطرين اكتر في ايه. تمام؟ مثلا هنا بنقول one nurse is responsible for administer medications for all patients, other take vital signs for all patients and so on. دي الفانكشنال ميثود. اوكي طيب، بنستخدمها امتى؟ في حالات الشورتج، في حالات الكرايسيس، في النيو ستاف، في حالات الايدكيشن بنستخدم الفانكشنال ميثود. وين تو يوز زي ما اتفقنا، كرايسيس، شورتج، ايدكيشن، نيو ستاف. نيجي بعد كده وات فانكشنال نيرسينج كير ديليفري موديل، ادي الشكل بتاعها، خلينا كده نشوفه مع بعض. اوكي زي ما احنا شايفين، ادي النيرس مانجر وزعت، والاسايند نيرس ممكن حد يدي ميديكيشن، حد فيتال ساينس، حد باثنج اند سو اون. تمام طيب، وات از ادفانتج اوف ذا فانكشنال ميثود؟ هي طبعا ايكونوميك، اقل في التكلفه، اند افيشنت يوز تو ريسورسز، افيشنت ان شورتج اوف ستاف، طبعا بتنفع قوي في حالات الشورتج بتاعت الستاف. تاسكس ار تاسكس ار كومبليتد كويكلي، طبعا التاسكس اللي هي النيرس بتعملها بتخلص طبعا بتنجزها بسرعه. يوسفل ان ايمرجنسي سايت، effective for learning، طبعا لو انا بعمل التاسك ده اكتر من مره فاكيد اتعلمه كويس. good for new staff، طبعا all employees become very efficient and effective at performing their regular assigned tasks. بالوقت طبعا لو انا كل يوم باخد vital signs اكيد هبقى يعني هايله في الفيتال ساينس، كل يوم بعمل dressing يبقى انا هايله في الدريسنج، وهكذا. الديسادفانتج بقى الحقيقه، كير may be fragmented، هنا هنلاقي الكير متقطع، يعني كذا حد بيشتغل مع العيان، فما يبقاش واحد بس دريان بحاله المريض على بعضها. patient may be confused with many care provider، طبعا بتلاقي العيان بيتلخبط هو مين بالظبط اللي بيشتغل معاه. caregiver feel unchallenged neglecting the humanity of the patient and the individual need of the patient will be lost in an effort to get the work done. وهنا طبعا بتبقى الحقيقه بيبقى فيها شيء شويه، المريض كانه مكنه، بنتعامل معاه كانه مكنه مش هيومن. فولو اب بروبلم، مفيش فولو اب طبعا لان مفيش بس واحد هو اللي دريان بالدنيا كلها على بعضها. بعد كده عندنا التيم ميثود، التيم ميثود دي بنقول عليها this method combines technical professional and nurses aid into small team. طيب في الميثود هنا بنقول this team is led by professional nurse who plans interpret supervise and evaluate the nursing care. all team members may receive problem about their patient's care needs from the team leaders or team member on previous shift. تمام طيب، خلينا نقول ان في الكاث ميثود، سوري في التيم ميثود، الميثود دي بيبقى فيها تكنيكال نيرس، فيها بروفيشنال نيرس، تمام، وكل واحد فيهم بيقوم بدوره، وهنا كل التيم ممبر بياخد ريبورت عن حاله المريض عشان كل واحد يبقى عارف الدور اللي بيقوم بيه مع المريض، بيبقى طبعا عنده باك جراوند المريض ده بالظبط حالته. وادي الشكل بتاع التيم نيرسينج موديل. process of implementing the team method، بالنسبه how to implement بقى التيم ميثود، بنقول one registered nurse in the team is appointed by the head nurse to serve as a team leader. واحد الريجستر نيرس اللي موجوده هي اللي بتشتغل as a team leader. التيم ممبر commonly consists of at least one professional nurse, one technical nurse and nursing aide زي ما اتفقنا. professional nurse to care for the most seriously ill patient to ensure informed observation and skilled intervention. ده بيبقى دورها. التكنيكال نيرس تو باث تو فيد موف اند تشينج دريسنج فور بيشنت. ايدز ار اسايند تو ميك بيد اسيستنت امبيلاتوري بيشنت ويز باثنج اند جرومينج تيستينج يورين اند بيرفورمينج سمبل نيرسينج كير بروسيدير. يبقى اذا كل واحد في التيم هنا ليه دور المفروض يقوم بيه.
Team leader usually administers medication and monitors fluid therapy for all patients assigned to the team. Also, the team leaders assign a team member to patient by matching patient need with staff knowledge and skills. طب ايه الادفانس بتاعت التيم ميثود؟ طبعا بيبقى فيه هنا provide high quality comprehensive nursing care with the patient، طبعا بيبقى فيه جودة تمريضية عالية، team effort which contribute to better quality of care، team member participate in decision making، هنا التيم بيبقى بيشتركوا طبعا في اتخاذ القرار، بيبقى فيه جودة تمريضية كويسة بتقدم للمريض، group members are given as much autonomy as possible. An important feature of team nursing is nursing care conference that help to solving patient problem and developing staff. وطبعا من الفيتشرز او من صفات الحقيقه التيم ميثود ان بيبقى فيه كونفرنس بيتقابلوا مع بعض بيتكلموا على المشاكل اللي بيقابلوها مع المريض بيشاركوا بعض القرار ازاي تتحل. تمام. من الديس ادفانتجز انها اتس نيد تايم تو كوردينيت اند ديليجيت ورك، محتاجين بقى وقت ان احنا ننسق ان احنا نديليجيت الورك. A large amount of time is required for team leaders to maintain effective communication, supervise and coordinate the care provided by all team member. محتاجه وقت طبعا من الليدر انها تقوم بالمهام بتاعتها. The continuity of care may be diminished because of day-to-day changes in team members and leaders. طبعا الـ continuity of care ممكن تكون فيها مشكله لان بيبقى فيه هنا change في الممبرز ساعات والتيم ليد. بعد كده عندنا البرايمري نيرسينج ميثود. البرايمري نيرسينج ميثود بيقول ان this method is the best in an agency with an all professional nursing staff. طبعا لو انا عندي كله نيرسينج ستاف اكيد طبعا الميثود دي هتكون هايله جدا. It is a comprehensive, continuous and coordinated nursing process for meeting the total needs of each patient. Registered nurse primary nurses assume 24-hour responsibility for planning, directing, and evaluating care. في البرايمري نيرسينج ميثود محتاجين طبعا انه البرايمري نيرس دي بتبقى بروفيشنال نيرس، كمان مهم قوي انها تبقى عارفه انها هي مسؤوله 24 ساعه عن حاله المريض، مسؤوله انها تعمل planning, directing, and evaluating care of the patient. Evolved طبعا دي كانت تقريبا ابتدت سنة 1970 to improve registered nurse autonomy. Common use area في الهوسبيك في الهوم هيلث كير في اللونج تيرم كير سيتنج، دي الأماكن اللي ممكن تستخدم فيها البرايمري نيرسينج كير. This method combines both primary nurse professional one and secondary nurse technical one. هو احنا ممكن هنا الحقيقة في البرايمري نيرس يبقى في عندي بروفيشنال 1 والسكندري نيرس تبقى التكنيكال 1 اللي هي بتبقى بتاسست البروفيشنال نيرس في الايام اللي هي بتبقى فيها اوف، فبتبقى هي بتشتغل مكانها. يبقى ممكن او البروفيشنال نيرس يبقوا النمبر 1 بروفيشنال نيرس اللي هي البرايمري نيرس، سكندري نيرس اللي هي التكنيكال نيرس. طيب ذا برايمري نيرس از ريسبونسبل فور، البرايمري نيرس مسؤوله بقى انها تعمل بلاننج اسسمنت الاول، بلاننج امبلمنتنج اند ريفايز نيرسينج كير بلان، teaching patient referral and conduct discharge plan. مسؤولة بقى انها تعمل تقييم وانها تحط خطة وانها تنفذ الخطة وانها تشوف انها تعمل teaching health teaching للعيان لو محتاج انه يتحول، لو محتاج كل ده محتاجة مسؤولة انها تعمل خطة الخروج. role of secondary nurse هنا ان هي to carry out the plan developed by primary nurse when primary nurse is off duty. في الوقت اللي primary nurse off duty المفروض السكندري نيرس هنا او التكنيكال نيرس هي اللي ايه بتنفذ البلان. ادي شكل البرايمري نيرس. تمام. What is the advantage of the primary nursing method؟ بنقول الادفانتجز بنقول اتس نوليدج based practice model not just task based activity. لا طبعا ده لازم يكون عندها knowledge عالية جدا ولازم يكون عندها experience عالية جدا. Decentralized nursing care decision making by staff members. هنا طبعا ال decision بيبقى decentralized. Improved continuity and coordination of care. في continuity وفي تنسيق عالي جدا في ال care. Increased nurse patient and physician satisfaction. High quality and holistic patient care. Primary nurse have a high degree of responsibility and autonomy. كل دي من الادفانس بتاعت ال nursing primary nursing method.
Advance of the primary nursing method برضه بنقول فيها high quality holistic patient care, establish rapport with patient, register nurse feel challenged and rewarded. ودي طبعا حاجة مهمة جدا لأنها بتبقى عندها إحساس بالساتسفاكشن بالريورد، أكيد ده بيديها طبعا high level of autonomy. من الـ disadvantage of the primary nursing، أول حاجة طبعا it require excellent communication between primary and the technical nurse. دي من الـ disadvantage، أنا محتاجين excellent communication بين primary والtechnical. Unwillingness of the technical nurse to take direction from primary nurse، دي بتبقى مشكلة، هي مش بتتقبل أصلا إنها تاخد منها أي خلينا نقول direction. Registered nurse must accept 24 hour responsibility، لازم تبقى عارفة وتأكسبت إنها تبقى مسؤولة 24 ساعة. More registered nurse needed not cost effective، وطبعا دي حاجة بتبقى مكلفة جدا. في عندنا موديل اسمه partnership model أو co-primary nursing. Registered nurse is partnered with an licensed practical. بنقول nurse licensed vocational nurse or nursing assistant to work together consistently. Modification of primary nurse to make more efficient use of registered nurse. البارتنرشيب موديل أو الكو برايمري نيرسينج من الأدفانس بتاعتها more cost effective than primary nursing. Registered nurse can encourage training and growth of partner. من الديس أدفانس هنا بنقول registered nurse may have difficulty delegating to partner. Consistent partnership difficult to maintain due to various schedules. في عندي المودرن نيرسينج كير مودلز. المودرن هنا اللي هي عندنا فيها الكيس مانجمنت. طيب اللي بنقول كيس مانجمنت فيرست انترودكشن ان ذا 1970 باي انشورنس كومبانيز. هوسبيتال ادوبتد ذا موديل ان ذا 1980 فاليو ديمونستريتد ثرو ريسيرش. طب ايه هي الكومبوننت بتاعت الكيس مانجمنت؟ بنقول انكلود assessment, planning, implementation, evaluation, and interaction variations are found in most healthcare organizations. في الكيس management هنا بنقول reserved for chronically ill patient, seriously ill patient, or long-term expensive cases. Registered nurse هنا assume a planning and evaluative role, usually not responsible for direct care duty. في الكيس management هنا النيرس هي ما بتبقاش مسؤولة عن الدايركت كير، لا هي مسؤولة إنها تعمل planning، تعمل evaluation، تمام؟ مسؤولة عن الأمور الإدارية، إزاي إنها تعمل plan، إزاي إن هي تو evaluate، لو في أي مشكلة إدارية المفروض بتحلها. Supplemental form of care delivery doesn't replace direct care model. الكيس مانجمنت بنقول it is a process of monitoring an individual's patient's health care throughout the course of an illness by the case manager for the purpose of maximizing positive outcome and containing costs. يبقى هنا في الكيس مانجمنت هي عبارة عن بروسيس بقدر أعمل بيها مونيتورنج للعيان من خلال طبعا البلان اللي احنا بنحطها ومن خلال الأداء أو البرفورمانس بتاع النيرس اللي بتشتغل معاه، وبالتالي احنا هنا بنحاول نستفيد استفادة عظمى أو بنحقق الهدف بشكل أفضل. خلينا نقول The case manager has graduate level preparation or is at an advanced level of nursing practice and should have an advanced managerial and communication skills. الحقيقة في الكيس مانجمنت النيرس هنا أو النيرس اللي بتشتغل هنا محتاجة قوي يكون عندها managerial and communication skills، مهارات إدارية عالية ومهارات عالية جدا في التواصل مع الآخر. كمان الكيس مانجمنت is not needed for every patient in healthcare facility and generally is reserved for the chronically ill, seriously ill or injured and long-term high cost cases. هي مش ما بينفعش، يعني ما ينفعش نقول احنا محتاجينها لكل الناس، لا بتبقى في حالات معينه زي ما ذكرناها. ايه هي الفانكشن بتاعت الكيس مانجر؟ بنقول اول حاجه follow the patient from the diagnostic cases through hospitalization, rehabilitation, and back to home care. من أول ما بيدخل لغاية ما بيخرج هي مسؤولة عن كل حاجة بتحصل مع العيان. Has responsibility and authority for planning.
زي ما اتفقنا، هي مهمة جدا من شغلها ان هي تخطط implement planning implementing coordinating and evaluating care for the patients throughout the period of illness ensures that plan are made in advance for the next needed step، وتبقى دايما جاهزة وعاملة plan مسبقة ensure that the patient receives the care that will achieve the most positive outcome. Clinical pathway. What is the clinical pathway? Clinical pathway بنقول delineate a predetermined written plan of care for a particular health problem. Clinical pathway بنقول احنا بنحاول ايه نشوف، والله انا يعني هي عبارة عن written plan. الwritten plan دي بتوضح لي المسار، انا لو حصلت المشكلة دي هعمل ايه مع العيان، ولو حصلت مشكلة مثلا ايه تاني هعمل ايه مع العيان، يعني نمبر ايه مثلا لو العيان سي مثلا حصل له هيدك هعمل ايه، حصل له قلق اعمل ايه. هو هي بتبقى عبارة عن وصف لمسار الرعاية التمريضية ازاي اشتغلها مع العيان لو حصل له حاجة معينة او تعرض لحالة معينة. تمام، عشان كده بنقول clinical pathway delineate a predetermined written plan of care for a particular health problem specify desired outcome and transdisciplinary interventions address a common medical diagnosis dedicate the type and amount of care given and thus have financial implication. يبقى انا بقول بحدد ايه الدياجنوزس، والدياجنوزس ده لو حصل هدي هنا ايه هدي هنا ايه، فبيوضح لي المسار ازاي انا همشي مع العيان. Clinical pathway terminology عندنا patient outcome transdisciplinary intervention variance trigger and so on. Clinical pathway essential component الكومبوننت اوف كلينيكال باث واي، اول حاجه كونسلت لابوراتوري اند دايجنوستيك تيست تريتمنت ميديكيشن سيفتي سيلف كير اكتيفيتيز نيوتريشن بيشنت اند فاميلي اديوكيشن ستشارج بلاننج تريجرز. كل دي خلينا نقول كومبوننت للكلينيكال باث واي، مهم قوي وانا بعمل باث واي او انا بشتغل لازم تكون كل الترمينولوجي دي تكون قدامي وواضحه. Choosing a nursing care delivery model. لما اجي اختار ايه الموديل اللي انا هشتغل بيه بسأل نفسي what staff mix is required. هو الستاف اللي عندي انا محتاجة يبقى فيه staff mix technical و professional. طب محتاج طب قد ايه؟ Who should make work assignment؟ مين اللي هيعمل الاساينمنت؟ مين اللي هيقوم بالتاسك؟ مين هيكومينيكيت؟ مين لو حصلت مشاكل هيشتغل عليها؟ Who will make decision؟ مين اللي هياخد القرار؟ Who will be responsible and accountable؟ كل ده كل دي أسئلة لما بنيجي نختار الـ nursing care delivery model عشان نشتغل بيه بنسأل نفسنا كل الأسئلة دي. Evaluating of nursing care delivery model بنقول مهم قوي وأنا بتعامل أو أنا بختار أي model، فأنا بعمل evaluation للمودلز دي. Timely, cost-effective outcomes achieved, patient and families happy with care, team members satisfied with care, good communication among all team members, registered nurse utilized and challenged appropriately. طبعا بيبقى في عناصر للتقييم، هل الموديل اللي انا بستخدمه دوت خلينا نقول مش مكلف؟ هل المريض كده مبسوط؟ هل الستاف نفسه satisfied مبسوط؟ هل في communication كويسه ما بين الستاف؟ شكرا، سلام عليكم.